قررنا انه نخدم اللي احنا نخدمه في الشمال الغربي اربع ولايات باجة الكاف جندوبة وسليانة في اطار برنامج وضعناه اسمه برنامج فكرة مبني على الخدمة مع الشباب ونساء في الشمال الغربي في محاولة بلورة أفكار برامج اشتراكية الهدف متاعها هو التنمية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية في الشمال الغربي. هذه الأفكار باش تكون مبنية على نقاشات ما بين المجموعات تخليهم يقدموا لنا أفكار تجاوب على مشاكل اجتماعية واقتصادية يعيشوا فيها، والهدف متاعها تحسين الأوضاع العامة. قدمنا نحن تهيئة العين هذه بمنطقة الرخاء معناها تقبل المشروع متاعنا، مشينا في التكوين ومشينا حتى لأخذنا التمويل الفينانسمون نتاع البروجي وبدينا نخدمه فيه. هو المشروع هو تشاركي ما بين الجمعية وما بين الفكرة وبين الأهالي، كل واحد يعرف الدور متاعه. مثلا الأهالي اقترحنا عليهم أنه الماء مقابل العمل لأنه يخدموا متطوعين معناها باش تحصل الفائدة. أول مرة عملنا الكابتاج اللي هي النقطة اللي باش يتجمع فيها الماء وتقع فيها التصفية متاعه والفلتراسيون، عملنا كرياسيون متاع حاجة جديدة هنا اللي هي الريزيرفوار، باش الماء اللي يتجمع الكل يتخزن في الريزيرفوار ومن بعد في مرحلة ثالثة يوصل للسبالة اللي هي لابريفوار باش يشربوا منها الماء. ما هم طالبونا وحابين باش نحيوا البلاصة، نحيوا المنطقة، نحيوها خاطر المنطقة هذه لما متلفت ليه، لو ما هيش الجمعية هذه لما متلفت ليه، عرض كل كلها الانجراف، وماذا بينا نحن نعمل سجرية بوش الانجراف هذا ينقضوا عليه. هاو تخضروا في الأرض كيفاش مزلزل بكل، ولكن مش نمشي وغيري مش يمشي هي مش تبقى فارغ. توا برشا يمشوا للعاصمة ويمشوا للولايات الكبرى باش يخدم في الحظيرة وما يخدمش الأرض متاعه. توا هنا كل منتفع عنده تقريب حتى للعشرين لثلاثين هكتار ما يخدمهاش، لأنه تنعتك عقلية باش يبقى يزنوا، لأنه هم تقتصر الأفلاح متاعهم تقتصر على الزراعات الكبرى، هكا يحرثها في الخريف يستناها للصيف باش يجني منها شوية الحبوب متاعه. نحن باش نغيروا العقليه انه في السشيه هذه ب 100 مليم وب 200 مليم باش يعمل فيها عود، العود هذاك باش يباعوا ب 3 دينارات وب 4 دينارات باش يغرسوا في الارض نتاعو، فهمنا؟ ما عادش باش يستنى عام كامل باش على شويه قمح وشعير باش يولي يزرع، وقت اللي ينحي الثوم والبصل يزرع في بلاصتهم الفلفل والطماطم، وقت اللي ينحي الجلبانه والفول يزرع في بلاصتهم الحمص، وديما الارض تولي تنتج باش يبقى هو في البقعه نتاعو. وبروجي كيف كاين نجم بارسيك اللي يدخل 30 و40 مليون من المنبة تبركه ينجم يخليه معناها ما عادش يمشي لبلايص اخرى، ما عادش لانه الخدمه ولات عنده. المشروع فرحان بيه باش نجمو نعملو سجريه، نعملو نسجرو بلادنا نسجروها. هذه تونا هذه مسجرها زيتو على أساس مشينا للشمال الغربي بعد ما حفرنا الزيتون جاء عطاني 20 شجرة، احلفت بمين هاني مشتلها للروحي زيتون، شتلته للروحي باش نزرع وما نمشيش ليه، نحافر 100 حفرة لعطاني 20 شجرة باش نعمل ليها الأخر. جيت مشيت صبرت الزيتون وعملت مشتلة للروحي. الزيتون حتى الزيتون اللي عندهم هنا عنده 50 و80 و100 سنة ما عندوش هكا يعوض الشجرة، وقت اللي تنحت تنحت ما يعوضهاش، ويمشي مع ذاك باش ياخذ الزيت زيتون وباش ياخذ الزيتون وباش ياخذ البطاطا وباش ياخذ الدجاج وياخذ اللحم اللي هو في منطقة فلاحية، من المفروض هو اللي يزود البلاد باش يزودها بالمنتوجات. اليوم نحن بشوية هنا بالتحسيس وعلى أرض الواقع انه يزرع بطاطا باش ينتجها وانه باش ينتج الفلفل والطماطم باش يبيع، معناها باش وقت اللي يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر شويه مدخول معناها يولي يطمح لما هو خير. ف
بارمي لي بوت نتاع البروجي هو انك انت ما تحمي السول. كي باش تحمي السول لازمك تعمل روتاسيون اسولمون سي كيسو. بالنسبه لهنا الفلاح يخدموا اكثر على لي غروند كولتور، يخدموا اكثر على القمح والشعير. لي بارسيل اللي خديناهم احنا باش نعملوا فيهم لي كولتور بوتاجير. دونك انت كي باش تخدم تبدل من لي غروند كولتور تبدل كولتور بوتاجير معناها كولتور ماريشير. دونك ديجا سي اون روتاسيون، ديجا انت قاعده تحمي في السول بالطريقه هذه. بالنسبه باش نخدموا احنا خدمنا جوست اون سول كومباني، الكومباني تاويكا باش تبدا الثانيه باش نبدلوا الفامي. ما تخدمهاش في نفس البلاصه خاطر فما الريسك نتاع لي مالادي يكبر اكثر. دونك احنا باش نحاولوا نحموا السول، نحموا لي كلتور اللي باش نزرعوهم ونقصوا الريسك نتاع لاتاك دي مالادي، فهمتني. بالنسبه باش نحكيوا على روتاسيون، ديجا هي كانت جاشير دونك ما تخدمتش اول مره تخدم، دونك ما فهمش مشكله نتاع ان عاودنا لي كلتور مره اخرى مرتين معناها في نفس البلاصه هذيك، ما فهمش ريسك هذاك. تويك باش نخدموا على لي فامي في الدوزيام كومباني. نطمحوا انه تكون فيه حتى ل 50,000 شجره معناها في دوره الانتاج بار سيكل، ومع المنبت عندنا اللي هو المنبت هذا اللي فيه معناها بسدد الانجاز، معاه معناها 10 حدائق معناها بيولوجيه معناها دي جاردان بوتاجي للعائلات اللي في الجهه، سواء في البوان دو الاولى ولا في البوان دو الثاني. نعمل سويفي فالياسيون تاع البروجي هذايا اللي هو فيه بيبينيير ودي جاردان بوتاجي. نعملوا سويفي للفلاحه نشوفوا شنو مشاكلهم، شنو هما في الانستالاسيون تاع لي كولتور نتاعهم، شنو المشاكل اللي عرضتهم كان نجموا نعاونوهم. نشوفوا لافونسمون تاع لي كولتور اسكو قاعدين يقدموا الا لا. كان ناقصه ما باش نقول لهم باش يزكوا بالطبيعه، كان ناقصه شويه الخدمه نتاع الارض باش يزيدوا يخدموها اكثر. فوالا. بالنسبه للكليما احنا عندنا كليما هوميد، عندنا البلوفيومتري توصل حتى 800 ملم بارون 1000 ملم بارون. دونك عندنا الماء ماهوش اوبستاكل بالنسبه لنا نحن لهنا. دونك الماء ديجا اكثر حاجه تشجع انه العبد باش يخدم ارضه. الماء موجود، جو خدموا لنا السباله، خدمنا معاهم السباله ضحينا معاه، وبوش ما نخرجوش من هنا برك اعطينا الماء وما ناش خارجين من البقعه هذه. خدموا السباله هذه، خدموا السباله الاخرى من غادي، وتوجوا للمشروع هذايا ساهمنا معاهم نخدموا معاهم وبوش نحن كانش ما ننجو نحن. هو اقل واحد هنا عنده 10 هكتارات، فما اللي عنده حتى 30 و40 هكتار، لكن ماهيش مستغله. يعني اللي عنده 10 هكتارات كي يعمل منهم 2 هكتارات يعملهم زيتون، معناها ما عادش في حاجه للفلوس وما عادش في حاجه للخدمه في بلاصه اخرى، يولي يخدم ارضه. فهمنا؟ يعني الاراضي موجوده، الماء موجود، وشنو حكايه التحفيز برك؟ التحسيس والتحفيز باش يخدم الارض نتاعو. والمشروع هذا للناس الكل مش ولي انا برك. توا من هنا ما يمشيش الجندوب وبوش يجيب شجره، مو يلقاه لهنا بحذيه. توا يمشوا من هنا للفرنان وبوش يشري شجره. الشجره ب 3000 وب 3500 تكلف له ب 5000، تتكلف له باكثر. مو يلقاه لهنا باقل احسن. وانا ماذا بيا ينجح المشروع وباقي ديما نساهم فيه.